الذهب يعوض خسائره ويرتفع في مصر 15 جنيه في يومين. خليكم معانا نشوف الخبر. ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، فعل الجرس ليصلكم كل جديد. ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 2/4/2021، اليوم الثاني على التوالي، وزاد سعر الجرام 15 جنيه في يومين. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 2/4/2021 إلى 757 جنيه مقابل 742 جنيه أول أمس الأربعاء. وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 648 جنيه، وعيار 24 نحو 865 جنيه، وسعر جنيه الذهب 6056 جنيه. وكانت أسعار الذهب ارتفعت أمس في السوق المحلي، وزاد الجرام 13 جنيه دفعة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.